باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احب اكلمكم شويه عن اسبوع الالام وعن المشاعر اللي تكون موجوده فيه. في اسبوع الالام الكنيسه مش بتكون حزينه على الام السيد المسيح بقدر ما بتكون حزينه على خطايانا التي سببنا بها الالم للسيد المسيح، ونعتبر ان كل الامه بسبب خطايانا. يعني في اسبوع الالام السيد المسيح ابتدى يوم الحد احد الشعانين بتطهير الهيكل واستقبلوه كملك. فياريت واحنا بنحتفل باحد الشعانين نقول له يا رب طهر هياكلنا نحن ايضا كما طهرت ذلك الهيكل الملك. كان لابد ان السيد المسيح يطهر الهيكل لكي يشعرهم بقدسية العمل الذي يقوم به. هو في حاجتين في اسبوع الالام بنذكرهم من جهة التطهير: ازاي المسيح طهر الهيكل، وازاي غسل ارجل للتلاميذ وقال لهم انتم الان طاهرون ولكن ليس كلكم. في تطهير الهيكل السيد المسيح اظهر لنا انه ممكن يكون وديع ومتواضع القلب ورقيق إلى أبعد الحدود، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، وممكن وقت اللزوم يكون حازم وقوي ويطهر الهيكل بكل قوة وبكل سلطان، وما فيش حد يقدر يرفع. لكل شيء تحت السماوات وقت. الوداعة والاتضاع لا تمنع الهيبة والحزم والوقار والعمل القوي من أجل تطهير الهيكل. وأيضا من هيبته في هذا اليوم لم يستطع أبدا أعداؤه من الشيوخ والكهنة أن يقاوموه، ما قدروش. كل ما الحكاية سألوه وقالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ يعني هؤلاء الناس ما كانش يهمهم تطهير الهيكل بقدر ما يهمهم ده بيعمل كده ليه، ايه السلطان وهو ماله. طب هو ماله وبيعمل بأي سلطان؟ انتوا ما عملتوش ليه؟ لا منكم ولكن شركم. المهم ان في هذا الاسبوع كما في حياة المسيح كلها على الارض كان عامة الشعب في اتجاه والقادة والرؤساء في اتجاه اخر. عامة الشعب كانوا يحبونه. في ذلك اليوم استقبلوه كملك، فرشوا ثيابهم على الأرض واستقبلوه بسعف النخل وبالهتافات: أوصلنا يا ابن داود، أوصلنا في الأعالي. أما قادة الشعب فكانوا على عكس ذلك تماما، كانوا يحقدون عليه ويغارون منه ويحسدونه، وقالوا هو ذا الشعب قد صار وراءه. طب وفيها ايه لما الشعب يسير وراءه؟ لا فيها كتير. ليه الشعب يسير وراءه وما يسيرش وراءنا؟ اما انتم لو تصرفتم بالقدسية اللي بيتصرف بيها كانوا مش وراءه. في ذلك اليوم هتفوا بالسيد المسيح ملكا وقالوا مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة داود أبينا. المسيح لم يرفض الملك عموما لكن رفض الملك العالمي. يعني ايه لم يرفض الملك عموما؟ يعني في البشارة به قال الملاك لأمه العذراء انه يجلس على كرسي داود أبيه ولا يكون لملكه نهاية. وكان هذا تحقيقا لنبوء دانيال النبي: سلطانه ما لن يزول وملكه ما لا ينقرض. وفي ميلاده أيضا أتى المجوس يسألون أين هو المولود ملك اليهود، وقدموا له ذهبا من ضمن هداياهم رمزا لملكه. إذا حكاية الملك دي موجود. والمسيح أيضا أول ما بشر التوبوا فقد اقترب ملكوت الله، حكاية الملك. وإحنا في أسبوع الآلام بننادي به ملكا، بالذات يوم الجمعة كبيرة في لحن فيكسرونوس: أنشق يا الله إلى بحر الظهور، قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك. يعني ملكه بنعترف به وباستمرار بنهتفه وبنصلي كبوره
بقولوا انت تهرين يا ملك السلام ملك، ما بنقولش حاجة، وبنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ملك. حتى على الصليب اعترف به النص ملكا وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ونجد في الساعة التاسعة بالذات التي فيها قدم المسيح نفسه عن العالم، بنقول في مزامير الساعة التاسعة الرب قد ملك أكثر من مرة، وبنقول في المزمور الرب قد ملك على خشبة. فالمسيح ملك ملك، بس مش ملك عالمي، مش ملك عالمي. اليهود أرادوه أن يكون ملكا يخلصهم من ملك الرومان، لكن هو أراد أن يكون ملكا على أرواحهم يخلصهم من ملك الشيطان. لكن المسيح ملك ملك، المسيح في ملكه إنما أراد أن يملك على الأفكار والقلوب، لا يحرر الشعب من عبودية الرومان، بل قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار، إن حرركم من أخطائكم، من مشاعركم، من عاداتكم الردية، من أفكاركم، من الذاتية، من الحاجات دي كلها. المسيح لما هتفوا به ملكا يوم أحد الشعانين لم يرفض هذا، لكن ما قبلش الملك العالمي وساب أورشليم ومشي. احنا يوم أحد الشعانين مفروض نصلي أن يملك الرب علينا، ومفروض نسأل أنفسنا ما الذي يعوق ملكوت الله في حياتنا؟ ايه اللي بيعوقه؟ ايه اللي موجود فينا لم يملك الرب عليه بعد؟ هل لم يملك على إرادتنا؟ هل لم يملك على حواسنا؟ هل لم يملك على أفكارنا؟ لم يملك على إيه؟ مش مسألة إن احنا نيجي الكنيسة ونحتفل بالشعانين. السيد المسيح رفض الملك العالمي لأن له مملكة روحية. وإيه تاني؟ وبعدين كان اليهود قد قرروا قتله تماما من بعد سبت العصر، ابتدوا يفكروا ازاي يقتلوه. والسيد المسيح كان مستعد لهذا القتل ولم يخرج منه، لكن كان امرا متعبا الخيانه التي حدثت له في هذا الاسبوع. ليس فقط خيانه يهوذا، خيانه يهوذا دي القمه، لكن ايضا خيانه الشعب الذي هتف وقال اسلبه، خيانه القاده الذين طلبوا أن يسلم لهم باراباس ويقتل المسيح. الشعب المنافق، الخائن المنافق. يعني منافق؟ يعني هم عايزين ملك يخلصهم من ملك الرومان، وفي نفس الوقت لما بيلاطس قال لهم أليس هذا هو ملككم؟ قالوا له ليس لنا ملك إلا قيصر. ليس لكم ملك إلا قيصر، منافقون بجد. وفي نفس الوقت اتهموا المسيح بأنه لا يريد دفع جزية لقيصر. دلوقتي قيصر احلو اللي كنتوا عايزين واحد يخلصكم منه. هذا هو الشعب الخائن. وللأسف ربنا باستمرار يعاني من خيانة الناس، يعاني من خيانة الناس. يعني مثلا الشعب الذي رعاه في البرية وقبل ذلك خلصه من عبودية فرعون وجاز به في وسط البحر الأحمر وأنزل له المن والسلوى من السماء وفجر له ماء من الصخرة ليشرب. هذا الشعب خانه وعبد العجل الذهبي وقال هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. دي جت في حروف إصحاح 32، وتكررت أيضا في خيانة يربعام الذي انشق على سليمان. يا ربعام برضو عمل له عجلين وحطهم في السامرة وقال هذه هي آلهة إسرائيل التي أخرجتك من أرض مصر. دي آلهتك اللي أخرجتك من أرض مصر، العجلين دول. عارفين يعني إيه خيانة؟ لما واحد يعمل في شخص شر وإساءة ويتعبه وينقلب عليه يبقى بينتقم لنفسه. لكن إمتى تبقى خيانة؟ لما يعمل فيه كل خير يلاقيه انقلب. الإنسان لما خان ربنا كان ربنا عمل فيه كل خير، أولا خلقه من العدم، ثانيا جعله على صورته ومثاله، ثالثا أعطاه المواهب والرياسة والبركة وكل ده. ولما أخطأ فتح له طريق التوبة،
وأرسل له الرسل والأنبياء والوحي وكل ده، وبعدين يخونه ويقول له هذه هي آلهتك يا إسرائيل التي أخرجت أرض مصر، دي الخيانة. بس عايز بهذه المناسبة أقول لكم إن أول واحد خان ربنا كان الشيطان. خانه إزاي؟ ربنا خلقه ملاكا وزوده بالبواهب وخلاه من أكمل ما يكون. إزاي بقى؟ في حزقيال 28 ربنا يقول للشيطان إصحاح 28 من آية 12 أنت خاتم الكمال. صبروا، الشيطان بيقول له إيه؟ ربنا أنت خاتم الكمال، ملآن حكم وكامل الكمال. وبعدين أنت الكاروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار كمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. شوفوا خلقك إيه، كامل الجمال كامل الحكمة، وقيم على جبل الله المقدس، وإيه تاني؟ وبعدين خان خلق الشيطان بهذه الصورة قبل أن يتشيطن، يعني هو كان ساعتها ملاك كبير. وبعدين سقط في أشعياء 14 وربنا قال له أنت كنت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. بقى ربنا اللي كونك من مفيش وخلك خاتم الكمال وكامل الجمال، عايز تبقى زيه؟ ودي الخيانة. ومش بس يبقى زيه، وحرف آدم وحواء بنفس الأسلوب، قال لهم تصيراني مثل الله. خيانة خيانة. مع كل الحب اللي بذل لربنا جات الخيانة. دي برضه في البشر شفنا قصة من هذا النوع، قصة دليلة مع شمشون، أحبها حتى المنتهى وعمل كل حاجة من أجلها، وبعدين حطت راسه على حجرها وقالت له تبقى ما بتحددينش إذا ما قلت ليش سر، وده حب ده، وقال لها سر، وسلمته إلى أيدي أعدائه وفقعوا عينيه وجزروا شعر رأسه ودوروا به الطحون. هو ده الإخلاص يا دليلة ولا خيانة؟ ربنا اعتبر ان دولة اسرائيل ودولة يهوذا مثل دليلة، فيكون الخائنة يهوذا والخائنة اسرائيل. الخائن يا ربعام اللي جاب عجلين وقال دي آلهتك اللي اخرجتك من ارض مصر، ده ربنا سلمه 10 اصفاد من ملك ايام ابنه رحبعام، قال له هديك 10 اصفاد كمان، واخدهم فعمل فيه جميل، عمل فيه جميل ودي عمل له عجلين. خيانة. كل الذين خانوا الرب كان الرب قد أحسن إليه، حتى يهوذا. يهوذا ده خائن أصيل. إزاي بقى خائن؟ ربنا عمل معه حاجات كتيرة خالص. ربنا طبعا بالسبق علمه كان عارف يهوذا ده هيعمل إيه، فهو كويس قوي، جعله واحدا من الاثني عشر، ألستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. ويهوذا كان من ضمن المختارين، واحد من الاثني عشر، وليس واحدا فقط إنما من المقربين. سلموا الصندوق وهو عارف أنه حرام وعارف أنه بيسرق اللي في الصندوق، سلموا الصندوق، يعني كان أمين صندوق الجماعة وهو غير أمين. طب يا رب أنت عارف، يقول لعل الإحسان إليه يخلي قلبه ما يتغيرش، ينكسف من الإحسانات، ينكسف من الإحسانات. ده داود قال باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. فجعله من الاثني عشر وأرسله للكرازة والتبشير، وأعطاه السلطان على عمل المعجزات وإخراج الشياطين. بتبقى حاجة كسوفة إن يهوذا كان بيخرج شياطين من الناس ومش قادر يخرج الشيطان من اللي جواه، اختاره واحد من الاثني عشر
أرسله للتبشير، اداله سلطان على معجزات وإخراج الشياطين، سلموا الصندوق. وكان يعرف أنه يسرق ما كان فيه، ومع ذلك لم يكشف، ما كشفوش قصاد التلاميذ وعرفوا من بيسرق بس، ما كشفوش، مش بس ما كشفوش، وما خدش الصندوق منه وخلاه، وما فصلوش من جماعة التلاميذ خلاه قاعد. وبرضه كان من المقربين إنه قاعد جنبه ويقدر يغمس في الصحفة، يغمس في الصحفة يعني جنبه خالص يعني. ده بل السيد المسيح قال الذي أنا أغمس في الصحفة وأعطيه، يعني سيد المسيح اداله هو زي اللخبطة اللي انتم بتشوفوها وسط العرايس ده، يوكل ده يوكل، يعني حاجة تكسر. المهم يعني عمل له حب على الآخر، كون إن الجدع ده يتمر فيه ما يتمرش فيه، أهدف فيه مهما عمل معاه من خير ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. ده مش بس كده، ده كان موقفا مؤثرا ومتعب، إن السيد المسيح برضو غسل رجليه، بدليل بعد ما غسل رجليه من الكل قال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلما. يطمر فيك يا هولز تكسب إيش كسب شبك. مش بس كده، وإنما الآن عرفوا إنه خاين، بدأ ينبهه من بعيد لبعيد، وبعدين من قريب لقريب، وبعدين من كلام مباشر. قال لهم ابن الإنسان ناظم، ولكن ويل لذلك الإنسان اللي يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له لو لم يولد. حاجة تخوف، لكن إذا مخافش. وبعدين ابتدى يقترب شوية، قال لهم واحد منكم يسلم، وبعدين قال اللي يغمس معايا في الصح، بعدين قال له أنا يا رب، قال له أيوة أنت قل. كل ده ما أثرش في يهوذا. ليه ما أثرش؟ هو خاين بطبيعته، خاين وخاين، خاين بطبيعته. وقيل إن دخله الشيطان، دخله الشيطان، دخل الشيطان، فذهب إلى رؤساء الكهنة وقال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه لكم؟ ده هم بيدوروا على حد يسلمه، أم يجي لهم واحد من الاثنى عشر، لا مع القبطان، حدا ما كانوش يتصوروه. هو يسعى بنفسه، يعني لو قولوا رؤساء الكهنة يغروه يقول بيغروه، لكن ده هو من نفسه ذهب إلى هذه الفئة. ماذا تعطوني؟ ادوله 30 من الفضة، مبلغ زهيد زي ما بيقولوا ثمن عبد. وقبل أن يسلم سيده ومعلمه ومرشده وأباه الروحي 30 من الفضة بمبلغ زهيد، كان هذا المبلغ زهيدا مثل نفسية يهوذا الزهيدة هي أيضا. خد 30 من الفضة، ده خد 30 من الفضة وسلمه بعدها بيومين، يعني فضل قاعد يومين والفلوس معاه والشر معاه وتوبيخات المسيح وتنبيهاته معاه، وهو ما فيش فايدة، مدكن مدكن مدكن، بينتهز فرصة علشان يسلم المسيح. أنا مش عارف يستفيد إيه. يعني أنا بهذه المناسبة لا أنسى مريم أخت مرثا، هذه القديسة اللي سكبت على رأس المسيح قارورة طيب غالي الثمن، ثمنها 300 دينار، سكبت قارورة ب 300 دينار، وده ياخد له 30 من فضة. على فكرة اللي وبخ هذه المرأة كان يهوذا برضه، قال لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا الطيب ب 300 دينار ويوزع على الفقراء. عجيب إن يهوذا بينصح وبيتكلم على الأوضاع السليمة والمثاليات وهو نفسه بيع السيد المسيح بثلاثين من فضة. واحد من التلاميذ خان المسيح، وواحد أنكره في الأسبوع الأخير، وناس كتير هربوا، لكن لم توجد امرأة واحدة خانت المسيح في هذا الأسبوع. حصلش. كان النساء أكثر شفافية وأكثر روحانية وأكثر التصاقا بالرب ومحبة له من مثل هذا التلميذ الخائن الرديء.
التلميذ اللي عاش مع السيد المسيح أكتر من 3 سنين وما تمرتش في العشرة، يأكل معاه ويشرب معاه ويسمع عظاته ويشوف معجزاته. طيب، طب المسيح عمل له ايه؟ على حاجة. عشان كده قال السيد المسيح ان ليتم المكتوب ابغضوني بلا سبب، اللي كان قالها داود النبي: الاكثر من شعر رأسي الذين ابغضوني بلا سبب. يهوذا خان السيد المسيح ولم يصحو ضميره، وفضل لغاية لما أدين السيد المسيح ووجد أن أدين ابتدى يصحى ضميره، وراح سلم الفلوس للكهنة وقال لهم: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. يهوذا صحي والشيطان صحي معاه، قال ده نسيبه، ده سيبوش أبدا. فأوقعه في اليأس. أوقعه في اليأس إزاي؟ يهوذا احتقر نفسه، وجد نفسه رخيصة جدا لا تستحق الحياة. أصعب حاجة إن الإنسان يحتقر نفسه، يمكن لو الناس احتقروه يحتمل، لكن يحتقر نفسه حاجة لا تحتمل. ومضى وخنق نفسه ومات قاتل نفس وفاقد الرجاء وحزينا وبائسا. ولكن يهوذا إن كان قد مات كشخص، لكنه بقي كرمز. أصبح كل خائف يطلق عليه لقب يهوذا. البشرية اللي خانت كانت مثل يهوذا. طب يهوذا باع المسيح ب30 من الفضة، وهناك أشخاص يبيعون المسيح بلا ثمن. بلا ثمن يبيعوا المسيح، وفي ناس بيبيعوا المسيح بثمن. واحد يحب بنت مش من دينه يبيع المسيح علشان البنت، يعني كفتين من الميزان، المسيح في كفة والبنت في كفة، وبنت ما تسواش 30 من الفضة يعمل حاجة. ولكن بيخونوا علشان بنت. وواحد بيخون المسيح عشان وظيفة أو عشان ترقية. ما أكثر الذين يعيشون بلقب يهوذا حتى الآن. والمسيح كان يعرف هذه الخيانة ولم يبكته، يعني ساعة ما حط اللقمة في بقه كان عارف انه خرب. دخله الشيطان فخرب، خرب، لم يتناول من الأسرار المقدسة، خرب. وحينما خرب فصل نفسه عن السيد المسيح وعن مجمع المؤمنين، عن التلاميذ 11 إلى الأبد. لم يفصله المسيح، لكنه فصل نفسه. المسيح قال له: ما تريد أن تفعله أعمله بأكثر سرعة. كان أصول يضرب الإنسان ويقول له: أخطيت يا رب، أنا فكرت فيها لكن مش هعملها، لكن لا مش. وراح لكي يتمم الفصل الأخير من هذه المأساة المرعبة، مأساة الخيانة. يا ريت كل واحد فينا يقول لربنا، يقول له: يا رب أنا لا يمكن أخونك، ولو أعطوني كل ملك الأرض، كله ملك الأرض ده كله ملهوش قيمة. لذلك الشيطان لما قال للمسيح: لك أعطي كل ممالك الأرض ومجدها، قال له: اسحب عني يا شيطان، أنت وممالك الأرض كلها ما تسويش حاجة. طبعا المسيح لا يقبل الملك من أحد، الملك طبيعة فيه لا تأتيه من الخارج. واستمر أسبوع الآلام. يهوذا خنق نفسه، لكن بقي رؤساء الشعب الخونة الآخرون بقوا كما هم. هم رفضوا المسيح، فلم يضره رفضهم له، لكن هم أضروا أنفسهم. ونحن وسط هؤلاء الرافضين، ووسط هؤلاء الخائنين، ووسط الخائفين، نقول له: لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد، أمين. يا يسوع ملكنا وإلهنا، اتفضل.